السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. زار نائب الرئيس الفريق علي محسن محافظة مأرب برفقة محافظها اللواء سلطان العرادة، وذهب محسن رفقة العديد من القادة العسكريين لتفقد جبهات القتال في مديرية نهم باتجاه الجبهات المحاذية للجوف. وفي نفس السياق توجه رئيس هيئة الأركان اللواء طاهر العقيلي لزيارة جبهات الجيش في محافظة الجوف، وأعلن عن وصول تعزيزات باتريوت للمحافظة وتعزيزات أخرى لم يكشف عنها. كما صرح العقيلي إن رواتب الجيش ستسلم نهاية الأسبوع الجاري. تأتي تحركات العسكرية لقيادة الدولة بعد تصريحات للرئيس هادي بأن الحل العسكري هو الحل الوحيد مع الانقلابيين، فماذا تخفي وراءها هذه التحركات؟ فمن قائل إلى أنها تحركات بناء على قرار سياسي للتحالف باستكمال عملية التحرير وفق المعطيات الإقليمية والمحلية الداعمة لهذا الخيار، إلى قائل بأن هذه التحركات ليست سوى موسم للإحماء العسكري تتزامن مع شهر سبتمبر المجيد لرفع معنويات الجيش وأنصار الجمهورية قبيل عيد الثورة. فماذا يخفي رئيس هيئة الأركان الجديد في جعبته؟ هل سيحقق انتصارا إضافيا ويدحض مزاعم القائلين بأن الخلل هو في الجيش وليس في من خلفه؟ أم أن رغبة المملكة باستمرار الوضع على ما هو عليه هو أو هي من ستحكم الموقف؟ وسواء كان هذا أم ذاك، سيكشف 26 من سبتمبر بعد أيام حقيقة هذه التحركات. مشاهدينا سنشاهد سويا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. الطريق إلى الحسم هو عنوان المهمة الأولى التي نفذها القائد الجديد لأركان الجيش الوطني اللواء دكتور طاهر العقيلي في واحدة من أهم جبهات المواجهة مع الإنقلابيين، طريق يعرفها هذا القائد جيدا، فقد كان أحد المقاتلين في هذه الجبهة المتاخمة لصنعاء بمحافظة الجوف، حيث كان هدفهم ولا يزال هو إنجاز المهمة الكبرى ممثلة بإسقاط الإنقلاب واستعادة صنعاء. لا نقول لكم أكثر من ذلك، إن شاء الله الأيام بيننا، وإن شاء الله الأعمال والأفعال ما يلمسها العدو لا ما يسمعها. خلال زيارته الميدانية لمقاتلي الجيش الوطني، واجه اللواء العقيلي المعضلة ذاتها المرتبطة بالمرتبات بما أنتجته من تأثيرات سلبية على معنويات المقاتلين وثقتهم بقيادتهم. اللواء العقيلي أطلق تطمينات بإمكانية صرف المرتبات خلال الأيام القليلة المقبلة، مصحوبة بنبرة تفاؤل عن تعزيزات كبيرة تتصل بخطوات الحسم لم يشأ أن يخوض كثيرا في تفاصيلها. إن شاء الله يعني نهاية الأسبوع والمرتبات موجودة في كل المعسكرات بإذن الله سبحانه وتعالى، وإحنا نتكلم وإحنا إن شاء الله واثقين وصادقين في كلامنا. الآن الإمكانيات بدأت توصل والجديد وصل، ولا أتحدث عنه ولا ما هو ولا كيف ولا كذا. لقاء مقاتل ميداني بزملائه في جبهة ساخنة عنوانه الحماس، الذي ما فقده الجيش الوطني يوما، لكنه بنظر المراقبين يحتاج إلى تعديل في حسابات التحالف بما يليق بإصرار هؤلاء المقاتلين على النصر. وفي الجبهة المتاخمة للجوف من الناحية الجنوبية الغربية، كان نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن صالح يزور خطوط القتال المتقدمة في جبهة نهم، أمر دفع بالمراقبين إلى الاعتقاد بأن ثمة تطورات عسكرية مهمة قد تكسر حالة الرتابة التي تسيطر على الجبهات منذ عدة أشهر. يأتي ذلك فيما تفيد الأنباء بوصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مأرب في طريقها للحسم العسكري. بدأت حتى جبهة الإنقلابيين نفسها تتحدث عنه على نحو ما ذهب إليه عنوان بارز في صحيفة اليمن اليوم الناطقة باسم المخلوع صالح. قيادة جديدة للجيش وتحركات ميدانية عالية المستوى وتعزيزات جديدة تصل مأرب، معطيات تنذر بتحول ميداني كبير إذا قدر للقرار العسكري أن نتحرر من تعقيد الحسابات السياسية التي ساهمت طيلة الفترة الماضية في انسداد الأفق وفي رتابة لا يحتملها حماس المقاتلين. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش من الجوف. سينضم إلينا قائد المنطقة العسكرية السادسة لواء أمين الوائلي. سيادة اللواء مساء الخير. مساء النور، يا أهلا وسهلا. أهلا بك سيادة اللواء، دعني أبدأ معك من زيارة نائب رئيس الجمهورية اليوم
للجبهات في محافظة الجوف. ضعنا في الصورة أو زيارة عفوا رئيس هيئة الأركان، ضعنا في الصورة الكاملة لهذه الزيارة. طبعا الأخ رئيس الأركان زارنا يوم أمس وتوقد أحوال المنطقة، وهو يعرف أحوال المنطقة وهو من أبناء المنطقة، ولكن أعطى لنا كلمة توجيهية قوية، ويعني هذه الزيارة لها مدلولها بعد تعيينه، وخطط، وهو رجل أكاديمي قوي يعني يعني بتنظيم الحروب، باستراتيجية قوية، سيكون له إن شاء الله تغيير كبير في رئاسة الأركان ووزارة الدفاع إلى الأفضل، وهو من الناس النشطاء جدا، ونحن نشكره على هذا الحماس وهذا اللي يعني من الصباح الباكر زارنا، يعني فوجئنا وهو في أماكنه وفي متارس الأفراد والضباط، ونحن نفتخر بذلك، وهذه خطوات كويسة وممتازة جدا، ونأمل المزيد والمزيد من ذلك. نعم، لكن هناك أيضا تفاصيل عن أن هناك أسلحة يعني تم إمداد الجبهات بها، ومن ضمنها منظومة باتريوت خاصة بمحافظة الجوف. والله إحنا كل ما طلبناه من دول التحالف على رأسهم المملكة العربية السعودية حفظها الله بملكها وأمرائها وسياساتها، أنها بتدعم بكل المتطلبات الذي نطلبه من التحالف، ووصلتنا طبعا أشياء بعض الطلبات، وهناك مزيدا من الدعم إن شاء الله، وهذا يعني واجبهم نحونا وواجبنا نحوهم، ما هو أكبر من ذلك، ونحن نعتقد أن احنا هدف واحد وغاية واحد ومصير واحد، ولا يقصر في حقنا على الإطلاق، ولن نقصر في حقهم على الإطلاق. نعم، يعني هذا الدعم الذي تتحدث عنه سيادة اللواء، وأيضا الزيارات المتكررة لمحافظة الجوف، إلى ماذا يمكن أن يفضي كل ذلك؟ يفضي كل ذلك لتحرير اليمن بإذن الله في الوقت الذي تحدده القيادة السياسية بإذن الله. نعم، هل هناك خطة حقيقية هذه المرة لاستكمال محافظة الجوف، خصوصا مع الزيارة الأخيرة لرئيس هيئة الأركان؟ والله لدينا الخطط للدخول عمران، لدينا خطط للدخول صعدة، لدينا الخطط لإسناد من حولنا إلى الوصول إلى صنعاء، وأعتقد هذا الكلام واضح وأشار إليه الأخ رئيس الجمهورية في لقائه في القدس، جريدة القدس العربي، والأمور مسمى. نعم. ستنبئك الأيام القريبة العاجلة بإذن الله بما هو خير. نعم سيادة اللواء، يعني خصوصا نحن حاليا في شهر الانتصارات، شهر سبتمبر، وأيضا بتزامن مع عيد الثورة المجيد، يعني هل من مفاجآت نسمعها خلال هذه الأيام؟ إن شاء الله ستسمع المفاجآت في حينها، والمفاجآت ستكون قريبة بإذن الله في كل الجبهات وفي كل المناطق، وأيضا ستكون مفاجآت من الداخل بإذن الله أقوى منا بإذن الله، وستكون نتائج طيبة ومثمرة، فلا تستعجلوا، النتيجة قريبة إن شاء الله، والزمن بيتسارع والنتائج بتسارع إلى الأفضل. نعم، إذن أشكرك جزيلا قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء أمين الوائلي، كنت معنا من الجوف. مشاهدينا، سينضم إلينا الآن من القاهرة المحلل السياسي سيد وضاح الجليل. سيد وضاح، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا، شكرا لكم على هذه الاستضافة. أهلا وضاح، يعني كيف تتابع التحركات العسكرية الأخيرة لنائب الرئيس في الجبهات، وقبلها تحركات الرئيس هادي أو تصريحات للرئيس هادي بأن الحل العسكري يعني بات قريبا،
وسيعود أيضا للواجهة، هل هذه مؤشرات لحلحلة حقيقية للوضع القائم حاليا على الأرض؟ نعم، نحن نتابع منذ أكثر من عامين مثل هذه التحركات، وأغلبها تكون موسمية وفي تحديدا فيما يخص المناسبات الوطنية مثل أعياد 26 سبتمبر و عيد ال 22 مايو وغير ذلك. لكن حقيقة هناك، وهذا ليس من لدي هذا الأوساط العامة، هناك تذمر من طول فترة الحرب وعدم حسمها عسكريا بشكل كامل، حتى أن أصوات إيقاف الحرب والدعوات إلى السلام التي تخدم الإنقلابيين والتي تريد إنقاذهم من الحسم العسكري تتصاعد كل يوم وتلقى ترحيبا أكثر لدى الأوساط الشعبية. هناك غموض كثير في مسألة التحركات وفي مثل هذه التحركات، وأيضا الأعمال العسكرية على مختلف الجبهات وخصوصا جبهة نهم وجبهة الجوف. يريد الناس أن يعلموا ما الذي يحدث ولماذا هذا التقدم البطيء. هم لا يريدون أن يفقدوا ثقتهم بالحكومة الشرعية وبالجيش الوطني، ولا يريدون أن تطول معاناتهم وتتسبب في انهيار معنوياتهم، وبالتالي تتحول هذه الأزمة لصالح الانقلابيين الذين يستفيدون من هذه المعنويات ويطالبون بإيقاف الحرب، أو أن الجهات والناشطين الذين يقدمون لهم دعما لوجستيا ينشطون أكثر في تقديم دعوات ومطالبات بإيقاف الحرب بسبب طول فترتها وعدم قدرة أي طرف على الحسم. لا يمكن طبعا التشكيك بالجيش الوطني وبالتضحيات التي يقدمها، ولا يمكن أيضا إغفال ما يقدمونه من إنجازات في مختلف الجبهات، لكن المطلوب هو الشفافية. هناك الكثير من القادة العسكريين الذين سقطوا شهداء في أكثر من جبهة وفي أكثر من موقع، هذا الأمر يفترض أن يكون دافعا أكثر باتجاه حسم المعارك وإنهاء الانقلاب. ومثل هذه البطولات التي يسطرها هؤلاء القادة ينبغي أن تمثل لليمنيين مرجعية معنوية، وأن تكون دائما أن تخلد في وجدانهم وأذهانهم، لكن المطلوب هو الشفافية والوضوح فيما يحدث على الجبهات. مثلا جبهة ميندي، لماذا يحدث دائما تقدم وتراجع فيها على مدى عامين؟ نعم. ولماذا يسقط فيها المئات من أبطال الجيش الوطني وتذهب تضحياتهم سدى؟ نحن طبعا لا نشكك في لكن من خلال نظرتك لهذه الزيارات، زيارة نائب رئيس الجمهورية وأيضا زيارة رئيس هيئة الأركان لمحافظة الجوف، هل نعتبرها يعني زيارات اعتيادية، أم يعني نستطيع القول أنها تأتي في سياق ترتيب ل يعني عملية عسكرية كبيرة قادمة؟ أنا أرجح أن تكون تأتي ضمن ترتيبات لعملية عسكرية قادمة، خصوصا بسبب الخلافات المتصاعدة بين الانقلابيين والتي يمكن أن تصل إلى انفجار الوضع عسكريا بينهم. لكن هذا أمر غير مؤكد وغير محسوم حتى اللحظة. الانقلابيين على عبد الله صالح والحوثيين تتصاعد خلافاتهم، لكن أيا منهما لن يغامر بالتوجه توجيه ضربة لشريكه في الانقلاب إلا عندما يتأكد من أن هذه الضربة ستكون خاطفة وسريعة وحاسمة، ولذلك لا يمكن التعويل عليها. لكن يمكن القول أن هذه التحركات قد تحاول الاستفادة من هذا الوضع. نعلم أن علي عبد الله صالح يسحب الكثير من قواته إلى صنعاء لأجل حماية أمنه الشخصي وحماية عائلته وممتلكاته، وأيضا
الاستعداد لمواجهة الحوثيين في أي لحظة يقررون فيها الانتفاض عليه. هذا الأمر قد يضعف الكثير من الجبهات، وبالتالي لابد من أن تستغل الحكومة والجيش الوطني أن يستغل مثل هذه الأمور، وأن يعززوا من الهجمات على مواقع الانقلابيين واستغلال هذه الفرص والثغرات التي سينتجها هذا الانسحاب. إضافة إلى ذلك، يمكن أيضا أن نقول أن مثل هذه الزيارات التحركات تترافق مع مناسبة 26 سبتمبر عيد الثورة، وأيضا الذكرى الثالثة للانقلاب التي تصادف. هو هنا السؤال سيد وضاح، يعني هل الجيش والشرعية سيعملون على استثمار هذه المناسبة لتحقيق تقدم عسكري حقيقي، أم أن الأمر يعني لا يتعدى سوى استعراض عسكري خاص بهذه المناسبة، يعني كما هو الحال منذ سنين؟ لا نستطيع الحديث عن نوايا قادة الجيش وقادة الحكومة الشرعية وقادة العسكريين، لكن نتمنى أن تكون هناك ضربة عسكرية قوية وتحقق نصرا معنويا، نصرا يعني ميدانيا وأيضا معنويا قويا، و في ذكرى 21 من سبتمبر يوم دخول الحوثيين إلى صنعاء واستيلائهم على مؤسسة الدولة، مثل هذا النصر سيكسر الحوثيين معنويا وسيرفع من معنويات الجيش الوطني، ولا نريد أن يحتفل الحوثيون بهذه الذكرى ويشعرون أنهم منتصرون. هم تعرضوا للكثير من الهزائم والكثير من الانتكاسات في أكثر من جبهة وأصبحوا على وشك الهزيمة حاليا، لكن نريد التسريع في هذا الأمر. توجيه ضربة معنوية للحوثيين في 21 من سبتمبر سيصعد من معنويات اليمنيين الذين يحتفلون أو يستعدون للاحتفال بذكرى الثورة 26 سبتمبر هذه الأيام بمختلف الوسائل، وكان هذا الانقلاب قد أعاد هذه الثورة إلى وجدان اليمنيين ورفع من قيمتها لديهم وجعلها مصدر إلهام لطموحاتهم ورغبتهم في الحرية وبناء دولة تحميهم وتحمي أحلامهم. نعم. وطموحاتهم. نعم. لكن يمكننا أيضا الحديث من ناحية أخرى، يبدو أيضا أن هناك الكثير من الضغوط الدولية، نريد من الجيش نريد من السلطة الشرعية أن توضح لنا بشفافية عن هذه الضغوط. هناك الكثير كما نعلم، هناك الكثير من الضغوط التي تتعرضها الحكومة الشرعية من قبل القوى الدولية لعدم حسم الأمور عسكريا وعدم السماح للجيش بالتقدم في أكثر من جبهة. نريد أن نعلم عن هذه الضغوط حتى تكون لدى اليمنيين. بل سيد وضاح، هناك الكثيرون أيضا يقولون أن الحسم العسكري قرار سعودي إماراتي، كيف تقدر يعني موقف هذه الدول في ظل الظروف الإقليمية والدولية؟ هذا الأمر أيضا لا يمكن الجزم به. هناك من يقول أن السعودية والإمارات لا تريدان أن تحسم الأمور عسكريا لاعتبارات خاصة بهما، وأنهما ترغبان في الإبقاء على الإنقلابيين أو على الأقل أحد قطبي الإنقلاب من أجل تسوية سياسية تضمن أن يبقى البلد في حالة لا استقرار وتسمح لهما بالتدخل فيه بكامل الأريحية. لكن هذا الأمر أيضا يبقى احتمال، هناك احتمال آخر أشد قوة، وهو أن السعودية تريد حسم الأمور عسكريا لأن بقاء الاضطراب على حدودها وعلى مشارف فيها وأيضا في هذا البلد الذي يمثل مخزونا سكانيا ضخما سيؤثر على أمنها القومي والاستراتيجي والاقتصادي والسياسي أيضا. لذلك هذا الأمر يأخذ الاحتمالين. أنا أظن أن السعودية لديها توجه لحسم الأمور عسكريا وإنهاء الانقلاب، ومن ثم هي ستستطيع أن تضع اليمن في دائرة اهتمامها ودائرة تدخلاتها. لا يمكن الحديث أن السعودية إذا استطاعت إنهاء الانقلاب أنها لن تستطيع أن تتدخل في اليمن، بالعكس هذا سيزيد من حظوظ السعودية بأن تكون موجودة في اليمن بأكثر من شكل وبأكثر من مشهد، خصوصا أنها ستكون قد ساهمت بشكل حاسم في إنهاء الانقلاب. أما الحديث عن أن السعودية والإمارات تريدان
لا تريدان حسم الأمور عسكريا والإبقاء على أحد طرفي الانقلاب على الأقل. هذا الأمر مشكوك فيه، وذلك كون الطرفين أقصد علي عبد الله صالح والحوثيين غير مأمون الجانب. علي عبد الله صالح عرف عنه أنه لا غير مأمون الجانب ولا يمكن أن يفي بأي اتفاقات أو التزامات سياسية، وهو الذي غدا بالسعودية التي أنقذته وصنعت مبادرة خليجية ووفرت له الكثير من المطالب والحماية. وأيضا الحوثيين لا يمكن أيضا الركون إليهم، هم لديهم ارتباطات عقائدية ومذهبية وثيقة مع إيران، ولا يمكن أن يكونوا مصدر ثقة، يمكنهم أن يتحولوا فجأة إلى حلفاء للسعودية بعد كل ما يظنون أنهم قد كسبوه خلال الانقلاب والحرب، وبالتالي لا يمكن الركون إليهم. هؤلاء يكتسبون قوتهم، أقصد الحوثيين يكتسبون الآن قوتهم وغطرستهم من أنهم استطاعوا أن يكونوا تهديدا حقيقيا لأمن المنطقة وبالذات أمن الخليج والسعودية، وليس لديهم استعداد للتراجع عن هذا الأمر والدخول في تحالف مع السعودية. نعم وضحت الصورة، أشكرك جزيلا المحلل السياسي وضاح الجليل، كنت معنا من القاهرة. إذن مشاهدينا سينضم إلينا الآن المحلل السياسي سيد جمال المليكي من الدوحة. سيد جمال مساء الخير. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. أهلا بك سيد جمال، يعني كيف تتابع التحركات العسكرية الأخيرة لنائب الرئيس في الجبهات، وأيضا التحركات التي أجراها رئيس هيئة الأركان ومنها زيارة لمحافظة الجوف؟ هذه التحركات إن لم يتبعها أفعال حقيقية فليس لها من وجهة نظري أي قيمة أو أي معنى بالمستوى الذي يحتاج الشارع اليوم، الذي يحتاج الشارع اليوم والذي يحتاج الإنسان اليمني في ظل قرب مناسبة احتفالية مهمة جدا في الوجدان الحضاري اليمني. لابد أن يكون هناك فعل حقيقي يتبع هذه التحركات، وإلا ستصبح هذه التحركات مكان للتندر ولن تؤتي وقعها الحقيقي. في نضال اليمني في نضال اليمنيين في اتجاه استعادة الدولة وفي استعادة ترميم الهوية الاجتماعية اليمنية نحتاج إلى فعل عسكري حقيقي وتحرك عسكري حقيقي. هناك الكثير من الحديث عن ضغوطات والكثير من الحديث، باعتقادي أن الدرس البالغ اليوم الذي ينبغي أن نقرأه بشكل واضح أنه لابد أن يكون لدى اليمنيين في الداخل قرار، على الأقل لا أقول قرار مستقل عن التحالف، لن نبالغ ولن نتفائل إلى هذه الدرجة، ولكن قرار فيه قدر من المباغتة، فيه قدر من الاستقلالية التي ربما لا تزعج التحالف حتى يصبح لدى المواطن اليمني ثقة. لكن سيد جمال الكثيرون يقولون حاليا أن القرار اليمني بات منعدم، القرار اليوم هو أو قرار الحسم العسكري تحديدا هو قرار سعودي إماراتي. هو هذا السؤال، هل يستطيع قادة الجيش اليوم وأن يستخدموا خبرتهم العسكرية وحضورهم الاجتماعي وحضورهم العسكري في أن يوجدوا حالة من استعادة الثقة بأن هناك على الأقل تشاركية في القرار، على الأقل قدرة على التحرك، على الأقل ليتفق الجيش، ليتفق علي محسن الأحمر على وجود هامش يتحرك فيه الجيش، من مصلحة التحالف أن يكون موجود هذا الهامش، ألا يصبح القرار برمته سعوديا وإماراتيا. نعم، لكن هذه الدول طالما ما زال القرار الحسم العسكري بيدها، هل يعني تستغل هذه الدول الظروف الإقليمية حاليا والدولية لتحقيق إنجاز معين في القضية اليمنية؟ باعتقادي أنه أثبتته الأحداث على الأرض والمتتبع لتفاصيل ولنمط التحركات، نحن أمام مكونين أساسيين في التحالف، السعودية والإمارات. السعودية باعتقادي أنها في حالة من حالات، يعني أنا شخصياً أسميها حالة من حالة التيه، يعني بشكل مباشر وبشكل واضح أمامنا شخص عمره 30 سنة وأمامه عرش يريد الوصول إليه بأقصى سرعة. هذه الحالة الشعورية التي يتملكها رأس النظام السعودي باعتقادي أنها معيقة لأي تفكير استراتيجي. هذا من وجهة نظر الإمارات، مستغلون لهذا التيه ولهذه الرغبة الجامحة وينفذون من خلالها لإرساء منهجية واستراتيجية خاصة بهم وخاصة بمشروعهم
الطموح وبطريقة فيها قدر كبير من المراهقة السياسية ومن مراهق يعني ليس هناك يعني تفكير ناضج نعم. يرتقي إلى مستوى خطورة الملف اليمني نعم. هذه الحالة للأسف تدعونا وتدعو أبناء اليمن وتدعو الشخصيات الصادقة مع الملف اليمني أن ننتج حلا أن ننتج دعونا نقول ملامح لحل عسكري وسياسي مستقبلي محلي فيه قدر من المحلية ليصبح موازي أو على الأقل مشارك بدرجة من الدرجات لتحركات التحالف. إذا ما سلمنا كل الأوراق بيد التحالف باعتقادي ستطول المعركة وربما تكون النتيجة مخيبة للآمال. نعم سيد جمال، أيضا كان التحالف والجيش قد أعلنا في وقت سابق عن معركة تحرير للساحل الغربي والحديدة، والآن هناك صمت غريب تجاه هذه المعركة وعزوف ربما. ما هي الأسباب برأيك؟ أليس الساحل الغربي أكثر أهمية وأهمية استراتيجية للتحالف العربي وأيضا الحكومة؟ هناك أسباب كثيرة جدا، من ضمنها على سبيل المثال ما حدث في الخليج. الأزمة الخليجية ألقت بظلالها وجعلت إيقاع التحركات في القضية اليمنية بطيئا، وربما استثمر ذلك الحوثيون. المنظمات الدولية بدأت تتحدث للأسف الشديد عن مشروع آخر، خاصة أقصد الأمم المتحدة، وهو تسليم الحديدة لطرف ثالث. وهذا يعني علمتنا الأيام أن عندما نسمع عن طرف ثالث وعندما نسمع عن تسليم يعني هي عبارة عن مماطلة لا يستفيد منها إلا الطرف الإنقلابي للأسف الشديد. فهذا ما حصل، يعني ما أزمة الخليج ألقت بظلالها على اليمن مما جعل هذا يصب في مصلحة الطرف الانقلابي بشكل أو بآخر. نعم، إذن أشكرك جزيلا جمال المليكي الباحث السياسي، كنت معنا من الدوحة. مشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام الحلقة، وأشكر هنا ضيوفي قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء أمين الوائلي، والشكر أيضا للمحلل السياسي والضاحة الجليل كان معنا من القاهرة، وأشكر أيضا المحلل أو الباحث السياسي جمال المليكي كان معنا من الدوحة. وختاما مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل أسامة عادل، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.